طيب نروح للمجموعه بي اللي طبعا ترتيبها قبل انطلاق مبارياتها بكره الشباب في الصداره يليق قوة الجوي العراقي الجزيره الاماراتي بعدين مومباي سيتي الهندي. خلينا نشوف هذا التقرير عن مواجهه الغد بين الشباب السعودي والجزيره الاماراتي. يستضيف الشباب السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي في ثاني الجولات من دوري أبطال آسيا 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض. الشباب في أولى الجولات انتصر على مومباي سيتي بثلاثية نظيفة في لقاء لم يكن اختبارا حقيقيا لليوم. بل عليها بشكل كبير نواف العابد مع فواز راح سكور راح فواز يحاول يمرر إلى تركي خلصها العمار. أمام الشباب لقاء مختلف مع منافس مباشر على بطاقة التأهل. اللي ما يقاتل ما يحترم خصمه ما يمكن يفوز. لسه هذه خطوة أولى قدامنا مشوار صعب وطويل بإذن الله نكون قدها ونتاهل. الجزيرة الإماراتي خسر لقاءه الأول أمام القوة الجوية العراقي بهدفين لهدف مما أثار ضجة إعلامية تجاه المستوى الذي قدمه. فالفريق لم يستغل الفرص فقد أهدر 21 فرصة بالرغم من كسب الثنائيات إلا أن الفريق ظهر مهتزا في بعض دقائق اللقاء. من المتوقع أن يكون لقاء متكافيا مع أفضلية للشباب من الناحية الفنية. أما الجزيرة الإماراتي سيدخل اللقاء ورغبته في تعويض الخسارة. مع وجود تنظيم دفاعي قوي يتميز به الشباب هذا الموسم، كل ما يحتاج إليه هو استغلال الفرص وحسم اللقاء مبكرا غدا في انتظار 3 نقاط أخرى من بانيجا ورفاقه.